معكم الشيف عبد البسيط، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده وكل ما كنتمنى ان شاء الله. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصها لواحد الكاليت، كاليت كيطلع رائع، كاليت بجيب الحلواني يعني بلا بوش كيطلع رائع. غادي نشوفوا المكونات ديالنا مع المقادير ونشوفوا طريقه التحضير ان شاء الله. كما كتلاحظوا عندي هنايا دقيق كيلو و400، عندي واحد 10 غرام ديال بودرة فانيل، وعندي هنايا واحد 60 غرام ديال الخميرة الكيميائية البيكين باودر، وعندي هنايا السكر، عندي هنايا 500 غرام، وعندي هنايا الزبدة، عندي هنايا 200 غرام، وعندي 200 غرام ديال العسل، أي عسل تعملوه، وعندي هنايا 500 مليلتر او 500 غرام ديال العصير البرتقال، وعندي 500 مليلتر ديال الزيت، عندي هنايا نص لتر ديال الزيت. ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه التحضير ان شاء الله. هنا غنضيفوا السكر ديالنا، غنضيفوا الزبده، الزبده خصها تكون هذه زبده ممتازه سبيسيال يعني ديال الاكل، ماشي مارغارين، ولا بغيتو تعملوا مارغارين تعملوها ولكن تكون رطبه بزاف بحال هكذا، هانتوما رطبه بزاف. دابا غادي نخلطوا هذا السكر مع البودره فانيل، غادي نخلطوهم شويه مزيان بحال هكذا. دابا ان شاء الله غادي نعملو هاد الدقيق كما كتلاحظوا، نعملو عليه هاد الخميرة، نخلطو شوية هكا، نضيفو النصف، هنا مازال خصو واحد شويه نزيد له شي 100 غرام ان شاء الله، نزيد له واحد 100 غرام بحال هكذا. هانتوما باش يصلح يخرج من لابور. دابا من بعد ما عمرتو في هذا الجيب الحلواني في لابوش، نعملو بهذه الطريقة. وهنايا حبيتو تخليه بحال هكذا، تخليه بغيتو تعملوا له شويه ديال فيرميسيل شوكولا بحال هكذا،
يعني ذاك الزواق كيبقى اختياري. الكاليت ديالنا وجد، سمحوا لي قبيله كانت تقطع الفيديو لحقاش التليفون عندي كان سخن، ملي كيسخن الكاميرا كتطفى، ما عندي كنعمل له. وجاني في الوقت اللي عندي في كندريسي. دابا كما كتلاحظوا ها الكاليت ديالنا، كما كتلاحظوا كيطلع رائع بزاف، وكيجي في الاخر ديالو يعني ممتاز، وكيجي رطب، ما كيجيش قاسح ولا، كيجي رائع بزاف. كما كتلاحظوا دابا وصلنا لنهايه الحلقه. الطياب ديالو ما تكتلكمش، الطياب كيطيب على 180 175 درجه، وراه دغيا كيطيب بحال هكا، كطيب بحال الطياب ديال البتي بان ولا بحال هكا. المهم كيطلع رائع بزاف. هنا يعطالي 54 حبه، يعني مربح بالنسبه للتجاره، كيطلع مزيان واقتصادي. وهنايا بغيتو تصغروه مثلا، تصغروه هنايا كتشوفوا، نشوفوا القوام ديالو من الداخل. هانتوما هنايا كيطلع ممتاز بزاف بزاف. هانتوما شوفوا في الاخر ديالو راه كيكون رطب، ولكن كيجي معتبر. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء واللايك الفيديو. وكنتمنى لكم كل ما كتمنوا ان شاء الله في حياتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.